Correction et pré-pratique d'informatique, section mathématiques, sciences expérimentales, sciences techniques, بالنسبة للسيسيون 2023 معناها سيسيون تعاملو. باهي باش نعملو كل مرة نصلحو اكزامان كيما تشوفو. أول اكزامان باش نبدو به هو الاكزامان هذا، من بعد باش نصلحو عنا برشا اكزامانات اللي هما نتاع باك 2023 وباك 2022، الكل بحول الله باش نصلحوهم. باش نحطو بارتي متاع كل examen correction باش نحطوها على الشين متاعنا تيك توك اللي هي رشفة انفو، اللي مش عامل فولو يعمل فولو كما لهنا، فيها حطينا فيها برشا فيديوهات، فيها تعاونكم برشا بالباهي، تم دي فيشي هبطناهم على الشين رشفة انفو. بالطبيعة لهنا مش باش ننجم نهبطلكم الكوريكسيون متاع الاكزامان كاملة، دونك باش نهبط بارتي منها في التيك توك، والفيديو كامل باش يهبط على الشين يوتيوب اللي هي باش نوريها لكم تو، اسمها ذيرباك. لوجوا عليها في اليوتيوب تطلع لكم اللي هي هذه. هبطت شوي فيديوهات قبل. السلام عليكم ورحمة الله. فيهم كوريكسيون تاع دي زيكزاما هبطت، وباش نزيد نهبط ان شاء الله. أوينو اللي مش عامل زاد أبوني في الشين، باش نهبط في نفس الوقت في التيك توك وباش نهبط على الشين فيرباك. مرحبا بكم، نبدو. هذا الاكزامان تاعنا. أول حاجة عندكم ساعة ديري نتاعو باش نكونوا متفاهمين، يعني لازمكم تزربوا شوي في الكارير في الخدمة نتاعو. باهي لهنا امبورطون ديما باش تلقاو الملاحظة هذه، إن سوليسيون موديلير أو بروبليم بوزي إتيكزيجي. اش معناها لهنا؟ معناها راه لازمك تخدم باللي سوليسيون لي فونكسيون لي موديل لي سو بروغرام. الخدمه نتاعك لهنا في ليكزامان باش تخدم باللي سو بروغرام. دي لهنا بعد شو قالك دون لو ريبيرتوار باك 2023 كري ان دوسي دو ترافاي ايون كوم نو فوتر نيميرو دانسكريبسيون. لهنا شنو باش طلب منك؟ قالك راو في الريبرتوار باك 2023 هذا ديما الدوسي اللي يعطيه لكم في الاكزامان اللي باش تسجلوا فيه الخدمه راه موجود على السي دو بوان ديسك لوكال سي. باش نوري لكم كيف تعملوا انريجسترمون حتى اذا مش فاهم حد شيء، تبعني راو والله الفيديو هذوم ممكن قليل باش تلقى حوايج كيفهم، لاني مخصصهم خاصه للجماعه اللي نول، جماعه المستوياتهم تعبه على الاخر، والمتوسطين وهاو يستفيدوا منهم، حتى الممتازين يستفيدوا منهم بالباهي. باهي لهنا تتلقى قالك ريبرتوار باك 2023، بالطبيعة انتم مشكم باش تلقوا باك 2023 باك 2024 باش تصنع دوسي ايون كوم اسم الدوسي هذاك. شنو اسمه النيميرو نتاع الانسكريبسيون تاعك، واضح وين موجود؟ يعني شنو باش نعملوا تو؟ باش تمشي تدخل لديس بي سي ولا البوست ترافاي ولا حسب السيستم اللي تخدم عليه، باش تمشي للديسك لوكال سي، لوكال ديسك سي باللونجلي للسيستم نتاعي، باش تمشي تتلقى في السي دو بوان ديسك لوكال سي باش تلقى دوسي اسمه باك 2024، تدخلو تكليكي عليه مرتين. بالطبيعة مش باش تلقى حتى دوسي من هذا، باش تلقاه فارغ باش نكونوا واضحين. نعاود ندخلو للديسك لوكال سي، تمشي للباك 2024. الباك 2024 هذا ديما مصنوع الدوسي باش يصنعوهولكم، يقولو لكم راه موجود على الديسك لوكال سي. وانت باش تدخل شنو باش تعمل؟ باش تعمل بالدروات تصنع ان نوفو دوسي نيو فولدر، انت باش تلقاه بالفرنسي سيستم نوفو دوسي، تعمل نوفو دوسي، والاسم نتاع الدوسي هذا اللي باش تسجل فيه الخدمه نتاعك شنو باش تسميه؟ باش تسميه حسب النيميرو دانسكريب نتاعك في الاستدعاء نتاع الباك تي بي. يعني يعطوكم استدعاء فيه نيميرو نتاع انسكريبسيون يتكون من 6 ارقام، نفترضوا ان النيميرو نتاعي من 1 ل 6، صنعت الدوسي نتاعي. دونك الخدمة من بعد باش تلقاها في وسط الدوسي هذا، إذا ما سجلتش حاجة في وسط الدوسي هذا ينجم ما ينوتيكش، ينقص لك النوت. دونك أنت حتى كان ما عرفتش تسجل كلم البروف نتاعك باش يعاونك على الأقل في الريجسترمون، ثم شكون ما يعرفوش يسجل. باهي توا نرجعو للينونسي نتاعنا لهنا. باهي شنو قالنا؟ من بعد عملنا لو ريجستر صنعنا الدوسي اللي باش نخدمو فيه، توا باش يبدا لك في لينونسي تاع ليكزامان. شنو اسمه؟ انترسيكسيون دو دو شين.
On se propose de concevoir une interface graphique permettant de saisir deux chaînes de caractères CH1 et CH2, puis de former la chaîne RS par les caractères qui apparaissent dans les deux chaînes à la fois. Notez bien, si un caractère apparaît plusieurs fois dans les deux chaînes, on le mettra une seule fois dans la chaîne RS. باهي لهناش معناها الكلام هذا الكل قالك باش تعمل انترفاس جرافيك كيما شايفين لهنا انترسيكسيون دو دو شين عندك هذوما باش نوريكم في الكيتي ديزاينر كيفاش تصنعوه سي يعني سي تري فاسي باهي باش تقرا شين دو كاركتير اللي هو ابارتير من لاين ايديت هذي زون دو سيزي هذي وشين دو كاركتير ابارتير من زون دو سيزي الثانية والريزلتا نتاعي شنو باش تشوف الحروف المشتركة ما بينات لي دو شين الحروف المشتركة ما بيناتهم باش تحطهم في شين جديدة اللي هي ريزلتا باش تحطهم في الريز لابيل ريزلتا نتاعنا هذه هي الخدمة نتاعنا اللي باش تصير باش نخدموها لهنا بالطبيعة هو نفصل هيك أكثر دونك باش نبدو أول بارتي باش نعملوها نمشي ونحلو الكيتي ديزاينر كيتي ديزاينر اللي هو هذا باش نخدمو به الانترفاس جرافيك نتاعنا باش تكليكي كرييت خلينا نكبر نعمل كرييت تمشي الويدجت لهنا من بعد تعمل كرييت نكبر الفينيتر لهنا هذه هي الانترفاس نتاعنا باش نوسع شوي هكا باهي هذه الانترفاس نتاعنا اول حاجة كومبوزون طالبها منا هو اول كومبوزون طالبها علينا في الاكزامان اللي هي لابيل هذه تتسمى لابيل اش معناها لابيل معناها سيتان يعني امبلاسمون تحط فيها تكست تكتب فيها تكست انترسيكسيون مكتوب عليها انترسيكسيون دو دو شين باش نعمل هكا ونرجع للكيتي ديزاينر ونمشي باش كيفاش نطلعوا لابيل جي لك الفلتر العجنب الفوق على هذيا واكتب لاب تكتبهاش كامله لاب تو تطلع لك لابيل دونك انت اجبد اللابيل هذيك وحطها وين تحب انت واكتب فيها التكست نتاعها كيفاش تكتب فيها كليك عليها مرتين تو تولي لك كيف هكا تكتب التكست اللي حاجتك بيه واضح لهنا بالطبيعة حسب الانترفاس نتاعنا التكست مش صغير دونك لازمنا نكبرو فيه نمشو نلوجو لهنا على الفون باش تلقو حاجة اسمها فون في ال وإلا ما لقيتيش اكتب فون في الفلتر لهنا نكتب اف او تو تطلع لك لهنا الفون هذي شنو الفايدة نتاعها باش تكبر والا تعمل التكست نتاعك تكبر فيه تبدلو شو اسمه الفون نتاعو تبدلو التاي دونك لازمنا نكبرو فيه هذا التيتر نتاع لابليكاسيون نتاعنا كيما تشوفوا لهنا انترسيكسيون دو دو شين تنصغر فيه شوي لهنا جا كبير دونك باش نعمل سيلز هكا مريك بي انترسيكسيون دو دو شين هذا التيتر نتاعنا دونك باش نجبدو لابيل اخرى لهنا لابيل اخرى لهنا لابيل اخرى لهنا كيفاش عرفت بالطبيعه من ليكزامان لي نونسي لهنا اش قالك ان لابيل ديما شوفوا الانترفاس جرافيك ديما باش يعطيك شنو لي كومبوزون لي باش تجبد الانترفاس جرافيك كونسيفوار كونتيان لي زيليمون سويفون يعني فيه لي زيليمون هذا اول لابيل جبدناها كتبنا فيها انترسيكسيون دو دو شين لابيل الثانية باش نكتب فيها سي اش ان ولابيل الثالثة باش نكتب فيها سي اش دو وقدام كل لابيل عندنا زون دو سيزي اللي هما البيض هذوما يتسمو لاين ايديت دونك لهنا باش نعمل لي لابيل اللي جبدناهم هذوما وحدة نسميها سي اش ان ونعمل دو بوان وهذيا هذيك سي اش ان CH1 وهذه هي CH2 CH2 دو بوان بالطبيعة بالطبيعة لهنا كي نحبو نكبرو في الطاي كالعادة كيما وريتلكم لهنا نمشو للفون نكليكي على التروا بوان هذوكم نعملوها اون كرا شوي مثلا ونعملوها مثلا دوز الطاي نتاعها اوكي تجينا هكا نوخروها منا شوي تحت بعضهم وتوا نجبدو لاين ايديت اللي هو زون دو سيزي
لاين إديت هو حاجة تكتب فيها، يعني زون انت باش تكتب فيها لهنا، هذه زون دو سوزي نتاعنا، تجبد منها دو زون دو سوزي، واحدة تحطها قدام سي هاش ان، واحدة تحطها قدام سي هاش دو. بي هاك شنو عندنا اخر في الانترفاس؟ عندنا قال لك ان لابيل بور افيشي لو ريزلتا، اللي هي مش باينه لهنا، هاي في ليزيكزامبل موجود دي انترودوير، هذيك هي اللابيل اللي حكينا عليها من الاول باش تكون فارغه، اللي هي البلاصه نتاعها لهنا. دونك باش نجبدوا لابيل اللي هي جبدناها صاي، هذه جيست فسخ اللي فوسط وتخليها فارغه فقط، هاي بلاسمون تكون لهنا. واخر كومبوزون اللي هو البوتون الاخراني، شنو اسمه هو حاط عليه فورمي، هذا سيتان بوش باتن اسم، تمشي انت كيفاش تطلعو، تمشي لهنا تكتب بي يو تي تو يطلع لك هنا بوش باتن الاولاني، ما تقولش الاخرين بوش باتن، وتكتب عليه فورمي كما كتب لنا هو في الاكزام فورمي. وكل عادة كي تحب تكبر معناها في الفون تعملو بولد مثلا او حاجة، وين باش تقرب تعملو كيما الانترفاس اللي يعطيه لك هو في الاكزام. وهيك نكونو كملنا اون برانسيب الاكزام البارتي جرافيك، سامحوني به لهنا. من بعد لا تكملوا الانترفاس نتاعكم شنو لازمنا نعمل لي زون دو سيزي، هذو نعاودو نسموهم كيفاش، لان باش نستعملوهم في البروغراماسيون. بعد تكليك على الكومبوزون تاعك مثلا لاين ايديت، هذي بالدروات سوري بالدروات، تمشي تشينج اوبجكت نيم مثلا باش نسميها تي ان، لانه باش نستعملوها الاسامي نتاعهم من بعد. هذه كيف كيف باش نتشينج اوبجكت نيم باش نسميها تي دو ونعمل اوكي. اللابيلك الموجودة لهنا باش نسميها ريز، تشينج اوبجكت نيم باش نسميها ريز، يعني باش نحط فيها الريزلت نتاعي. والبوتون باش نسميه بي تي مثلا، الاسامي تحط كيما تحب انت، فمش مش اوبليغاتوار عليك باش تسمي نفس الاسامي. كيفاش تعرف الاسامي؟ نفترض وانت ما بدلتش فيهم لهنا الاسامي هذو، كيفاش تعرف الاسامي نتاعهم؟ امشي للزون هذي هاي لهنا باش تلقاهم هاي، مثلا كي نكليك على الكومبوزون هذا اسمه تي ان، الكومبوزون هذا تي دو، البوتون عاونو بي تي، اللابيل هذي مش باينة عاوني ريز بدلت. دونك الاسامي تلقاهم في لي زوبجي لهنا في البارتي هذي على اليمين الفوق. توا شنو باش نعملو؟ نرجعو ليكزام شنو قالنا، توا باش يقولنا نعملو ترافاي دوموندي، باش يقولك بعد لا صنعت الانترفاس نتاعك باش يمشي يقولك انريجستري، باش قالك كونسيبار لانترفاس جرافيك بريزونتي بريسيدمون اي لونريجستري سو لو نون. ديما رد بالكم راكم باش تسجلوه باش يعطيكم الاسم نتاع الانترفاس نتاعك، دونك سميه بالاسم اللي يعطيهولك لهنا. كيفاش باش نسجلو؟ نرجع للانترفاس نتاعي، عندك خيارين، يا باش تكليكي على السيف لهنا الوحدة هذي، وإلا باش تمشي فايل سيف أز، وإلا حتى سيف المرة الأولى ما فهمش شكيت سيف أز، ما تلوحش وين يجي، تمشي الديسك لوكال سي للباك دوسي، الباك 2024، تمشي للدوسي اللي سميته بالنميرو دان سكرين تاعك، وتحط لهنا اكل الاسم نتاعو انترفاس اللي قالك سميه في الاكزام انترفاس انترسيكشن، ومن بعد تعمل سيف باش تعرف روحك صحيح ولا. شوف لهنا تو تزيد تولد انترفاس سيكشن لهنا، وباش تزيد تثبت الخدمه نتاعك مسجله في نفس البلاصه اللي حاجتك ليها ولا وين تمشي، ترجع للديسك لوكال سي للباك 2024 للدوسي نتاعك، تلقى في شيء زيادة باسم انترفاس سيكشن. هكا نكونوا نحن قاعدين نخدموا بالصحيح مرقلي. باهي البارتي جرافيك حاليا كم اللي هي على قديش في الجريل ديفالياسيون لهنا، هاي كونسيبسيون تاع الانترفاس جرافيك على 4 بوان، دونك انت تو ضمنت 4 بوان بالخدمه اللي خدمناها حاليا فقط. باهي تو شنو باش نعمل؟ اول حاجه باش تمشي تكوبي لانكس نتاعك، بالطبيعه هما باش يعطوكم في شي ولا حاجه تكوبي بها، والا تكوبي عن طريق اللوجيسيال بيتو تجينيريها اوتوماتيك. توا وين باش نمشي الكود هذا؟ وين باش بعد خدمنا الكيتي ديزاينر باش نمشي نحل التوني لوجيسيال توني
اللي هو هذا اهو، كليك عليه مارتي يتحلل لك اللوجيسيال. لهنا باش نكوبي، اول حاجه قبل لا تكوبي تصنع في شيء جديد نيو، لهنا مثلا نفترض ما لقيتش حتى في شيء محلول، تعمل نيو هذه وتمشي قبل ما عملت انت ما كوبياج للانيكس، عمل كنترول بي لهنا ساي، عملنا له كنترول بي. توا قبل ما تبدا تخدم ما تعمل حتى شيء، امشي سجل الخدمه، لانه اش قال لك لهنا في الكيستيون الثاني في الترافاي دوموندي، كري ان بروغرام بيتون اي لونجستري سو لو نو، باش يعطيك الاسم حتى البروغرام بيتون، باش يعطيك اسم نتاع البروغرام هذاك اللي حليناه توا في التوني. دونك في التوني باش تمشي تكليكي على سيف هذه، والا تمشي فايل سيف، والا سيف اس، ما فهمتش اشكالي لهنا وين باش نسجلو في نفس البلاصه. كالعاده نمشي للديسك لوكال سي للباك 2024 للدوسي نتاعي هذاك، لازمك تدخلو اللي سجلته بالنيميرو دانسكري ديما نعاود فيها، لاني وتحط لنا اسم الفيشي بيتون تاعك اسمها انترسيكسيون، لانه شنو سميلك هو لهنا، سميلك ها هو عطاه لك الاسم لهنا، ما تسميشو باسم اخر ينقصك، لانه ثم نوت على لونريجيسترمون تاع البروغرام بيتون اللي هي ان بوان، باش تخسرها كيكا نفترض سميت اسم اخر ينجم ينقصك. دونك انترسيكسيون وتعمل سيف، اش صار تو اهو لهنا ولا انترسيكسيون، دونك باش تعرف روحك راك سميتو مريكي. نرجعو للدوسي نتاعنا باش نثبتو الخدمه صايي تسجلت، هما دو فيشي في ليكزام نتاعك ديما راك باش تعرف انه الدوسي اللي باش تخدم فيه اللي هو في الباك 2024 في الاخر لازم تلقى فيه دو دوسي، دو فيشي سامحوني، فيشي جرافيك اللي هي مخدومه بالكيتي ديزاينر، وفيشي مخدومه بالتوني اللي هي فيشي بيتون ديما ثبت. باه نكملوا توا ليكزامان تاعنا. بعد اللي عملنا لونريجيسترمون دون لوكيل لهنا الي ديموندي، لهنا دوموندي شنو طالب منك في البروغرام بيتون هذا. اول حاجه باش ديفلوبي دو ديفلوبي ان فونكسيون نومي ريشيرش سي اتش 1 سي اتش 2. باه لهنا باش نعطيكم بالنسبه للملاحظات اللي باش نحكي فيها توا، اللي هي حكيت فيها في الشين نتاعنا رشفه انفو، كان تحب ترجعوا للشين تو تلقوا فسرت للجماعه لي نول مستوياتهم صفر، مش فاهم حتى شيء من الانفو، يرجع للشين نتاعنا تو يلقى التفاصيل هذه الكل، وبالطبيعه باش نزيد نعاود نحكي فيها تو. به اي اكزامان في الباك براتيك اول حاجه قلت لكم تعملوا لانكس، بعد لك كتبنا لانكس طلب اول فونكسيون طلبها علينا اللي هي اسمها ريشيرش، تمشي تكوبي الاسم نتاعها ولا تكتبها بيدك ما فهمش حتى اشكال، وتعمل دو بوين وفي الاخر تعمل ريتور. مازلت نحكي على انسان مش فاهم حد شيء، انت ما كنش فاهم حد شيء، جيست تكتب اسم الموديل اللي طالبه منك واعمل ريتور ما تعمل حد شيء. نفترض انا مش فاهم حد شيء في الاكزامان في الانفو، نكتب اسم الفونكسيون والاسم الموديل طالبه ونخليه كيما كيك. علاش تنقول لكم من بعد علاش نتعدوا للموديل اللي طالبوا علينا من بعد. هذا الموديل الاولاني اش قال لك؟ قال لك كي بيرمي دو فورمي لا شين ريز، وطلع شنو معناه باش يحط لنا الشين ريزلت الا البي. تو نرجعوا لها من بعد الا، مازلنا ما كملناهاش نحن بالطبيعه. البي قال لك دو ديفلوبي ان موديل بلاي كي سيكزيكيت سويت ا ان كليك سير لو بوتون فورمي بيرمتون. لهي اول ملاحظه لهنا شنو باش نعملو ديما، وين تلقو كي سيكزيكيت سويت ا ان كليك سير لو بوتون، العباره هذه راك باش تمشي اوتوماتيك للانستريكسيون هذه في التون، باش تمشي للستار هذا باش تبدل فيه، باش نكون واضحين. الملاحظات هذه كلها راني اعطيتها في التيك توك في الشين نتاعي رشفة انفو، موجوده زاد على اليوتيوب، معناها اذا انت اول مره تشوف الشين نتاعنا ها وينو اعمل فولو للشين وشوف الفيديوهات اللي قدام تو تفهم فيش نحكي بالكل. بالطبيعه حتى هنا حكينا فيه تو، معناها ما فهمش حتى اشكاليه حتى كي ما ترجعش، اما فايده ليك انت اكثر. تلقى قلنا الجمله كي زيكسكيت سويت كي زيك سيكزيكوت سويت ان كليك سير لو بوتون فورمي، شنو باش يصير لهنا؟ الموديل اللي باش نيكزيكيتيه اسمه بلاي، والبوتون اللي باش نكليكي عليه هو فورمي. دونك لهنا كي نمشي للتوني لهنا، لهنا عطيك البوتون اللي باش تكليكي عليه شنو؟ قال لك فورمي،
والموديل اللي باش تخدمه بلاي، دونك لهنا اوتوماتيك نكتب بلاي لهنا الموديل اللي باش نخدم. ولهنا ما نخليش نون باتن، لازم نمشي للجرافيك نتاعي لهنا نشوف البوتون نتاعي هذا شنو اسمه، كليكي عليه تلقى لهنا في الاوبجيكت سميتو بي تي قبل، دونك باش نستعملوا الاسم هذا بي تي، مش هو الاسم اللي ظاهر فوق البوتون فورمي، لا اسمه الريال اللي باش نخدموه في البروغراماسيون بي تي. دونك لهنا باش نكتب بي تي، واضح لهنا؟ يعني وقت نكليكي على البوتون فورمي اللي هو اسمه بي تي باش نعيط للفونكسيون بلاي، وبالطبيعه الفونكسيون بلاي هو قالنا اخدموها كيفاش باش نخدموها، نفس الشيء باش تعمل ديف اسمها بلاي وتحلك البارونتيز وتعمل دو بوان وتعمل ريتر، ديما اي فونكسيون الفورم نتاعها كيما هكا كيف كيف خليها كيك. نفترض وانت مش فاهم حتى شيء في البلاي زيد، مش فاهم خلي هذه كيما كيك، علاش؟ لانه ثم في البريم، شفت انت في البريم، نرجع للاكزام نتاعنا، كي نرجع للجريد دي فاليياسيون هنا البريم نتاعنا اش قال لك في البارتي اخر وحده مودولاريتي اي كويرونس على قدش بوان دو بوان، اش معناها؟ معناها راك باش كي تخدم باللي موديول سو بروغرام، يعني لي فونكسيون اللي طالبهم منك الكل، لي فونكسيون اللي طالبهم منك في الاكزام والخدمه نتاعك منظمه باش يعطيك دو بوان. دونك انت نفترض خليت له ليكزام نتاعك كيفك خدمت حتى شيء جيست هك، شي يعطيك دو بوان انك خدمت على لي موديل اللي طالبهم منك انت عملت، مي صحيح ما خدمتش هذيك عليها نوت في بارتي اخرى، مي لي انك تستخدم لي موديل عندها نوت وحده اللي هي دو بوان وكويرونس، بالطبيعه تكون خدمتك واضحه باهي لهنا. بريسك ما عملنا حتى شيء، شوف قديش نطرنا نوت 4 بوان جرافيك انريجسترمون ولت 5 بوان و 2 بوان 7 بوان ما عملت حتى شيء. توا باش نبدو في الخدمة الصحيح، يعني لو مينيموم باش نحاولوا كل مرة. ملاحظة أخرى للجماعة اللي تابعوني أول مرة، ديما وين يعطيك في الإكزام فونكسيون أولى كما لهنا عطانا ريشيرش، وفونكسيون ثانية هي البلاي، ننصحكم تبدو بالبارتي بلاي ديما تكون أسهل فيها حوايج تتعاود، مي الفونكسيون الأولى اللي هي الموديل الأولانية راهي باش تكون لازم إنسان متوسط وإلا مستواه باهي باش ينجم يخدم الفونكسيون هذيك. دونك لهنا شنو نعملو؟ لازمنا نصيحة بالطبيعة هذا رأينا، تبدو بالموديل بلاي باش نشوفو الموديل بلاي نتاعنا شنو طالب منا، دو ديفلوبي ان موديل بلاي كي سيكزيكوت سويت ا ان كليك سير لو بوتون فورمي هذي عملناها بيرمتون. تو بيرمتون شنو يعمل الموديل بلاي هذا؟ شنو الرول نتاعو؟ شنو الخدمة نتاعو؟ أول حاجة دو ريكيبيري لي دو شين سي اش ان سي اش دو سي زي، باهي هذه يا جماعة عملتها زادا قبل وريتها لكم في لي فيديو اللي فاتو، باش تريكيبيري ان شين ابارتير من زون دو تكست زون دو سي زي راي انستركسيون تتحفظ، باهي باش ندخلو للبلاي نتاعنا لهنا كيفاش نريكيبيري سي اش ان، ما عندنا فاريابل سي اش 1 باش نعملوه، وكيف كيف سي اش 2 قالك باش نريكيبيريهم الزوز، كيفاش نريكيبير؟ عندنا اسم الفينتر نتاعي ويندوز هذيا باش نوريكم انستركسيون تتحفظ بوان، اسم الزون دو سيزي نتاعي في الجرافيك شنو سميتو؟ هذا الزون دو سيزي الاولاني سميتو تي 1 والزون دو سيزي الثاني تي 2، هذوما الاسامي نتاعهم اللي باش نستعملوهم في البارتي بروغراماسيون على توني. دونك اسم الفينتر نتاعي وين تلقوها في الانكس ديما تلقوها لهنا، من بعد اسم الزون دو سيزي الاولانيه تي ان بوان تكست، وتحل بارونتيز وتسكر بارونتيز هذيا باش نعمل بها ريكيبيراسيون تاع شنو باش نريكيبيري بها الفالور، من بعد كي نعمل اكزيكسيون تاع البروغرام نتاعي ماني باش نكتب هنا شين لهنا وشين لهنا، الشين اللي كتبته لهنا في الزون هذيا باش يريكيبيريهولي، وين باش يحطو؟ باش يحطو في الفاريابل سي اش ان، نفس الشيء باش تعمل كوبي كولي مي لهنا باش تبدلها زون دو سيزي الثانيه تي 2 سميناه. دونك وين يقول لك تقريبا في اي اكزامان في الباك براتيك ديما موجوده هذه، موجوده الجمله هذه دو ريكيبيري لي دو شين سي اش 1 وسي اش 2، والا بالطبيعه مش تيبقى لك سي اش 1 وسي اش 2 لا، مي حسب الاكزامان مثلا شوف او عندنا اكزامان اخر
لهنا اش قال لك دو ريكيبيري لا شين سي هاش سي زي اللي هو من هنا عندنا اكزام اخ دو ريكيبيري لا شين سي هاش سي زي دونك لهنا راهي الجمله تقريبا تتعاود في اي اكزام هذاك علاش قلت لكم حتى مش كفايه مشد احفظها وصبها كما هي في الموديل بلاي موديل بلاي ديما نعاودها راني نحكي باللغه دي شد احفظ وصب بالنسبه للانسان مش فاهم حد شيء لا بالنسبه راني ضد للحفظ في البروغراماسيون لانه البروغراماسيون سيتا ريزونمون اكثر منها يعني تخمم قبل يعني ما تحفظ حاجه الا اذا انت فاهم باش نكونوا واضحين في الحاله الوحيده يعني ما تحفظها كيما تري كيما الحكايه هذيك تنجم تقول لي نحفظ اما بعد ما تفهم باهي لهنا قال لك ريكيبيري نرجع للاكزامان تاعنا ريكيبيري سي اتش 1 سي اتش 2 عملنا لهم ريكيبيراسيون باللي دو انستريكسيون هيك عملنا ريكيبيراسيون بعد شنو باش يصير طلب منا بعد عملنا ريكيبيراسيون بلا سي اتش 1 قال لك لي شين سي اتش 1 و سي اتش 2 دواف تيتر نون فيد ما لازمش يكونوا فيد او انه في ليكزومبل اللي هنا ديما اكزومبل ديكزيكسيون باش تتبعها نوتي بيان لافيشاج دو تيتر كونفورم اوز اكزومبل ديكزيكسيون سويفون يعني لهنا كي هو كليك على فورمي وخلى لي دو زون دو سيزي هذوما فارغين في الزون دو شو اسمها في لابيل ريز لازم تافيشي له بي انترودوير دو شين نون في علاش لانهم الزوز فارغين واضح ولا دونك لهنا لازم دو تيتر نون في دي سي اتش 1 سي اتش 2 كيفاش باش نعملوها سهله برشا اللي هي لهنا باش تستي سي اتش 1 اف سي اتش 1 إيجال إيجال فيد وإلا أور كيف كيف سي هاش دو إيجال إيجال فيد شنو باش نعملو دو بوان باش نعمل مثلا ميساج مثلا ام اس جي باش نحط فيه الميساج متاعي لهنا اهو لهنا اللي عطيهولك لهنا ذي انترودوير دو شين نون فيد تكتبو كيما هو veuillez introduire de chaîne non vide. B. Là, je ne sais pas où je connais l'interface. Je me suis dit que voilà. كان نلقى واحد منهم فيد فارغ يعني هذاك اش معناها فيد معناها الشين ما كتبتش حتى شيء في الزون هذيك شنو باش يفشي لي في الميساج هذا باش تحط فيه ميساج بي انترودوير دي شين نون فيد كيما لهنا دو شين لهنا سامحوني دو شين دو شين نون فيد هذه الاولى من بعد اش قال لك لازم اللونغور انفيرير ا 30 لهنا كي عطاه انفيريور 30 شاكين اي كونتيان سيلمون دي لتر الفابيتيك اون مينيسكيل لهنا كي عطاه في ليكزومبل الثاني كي عطاه الشين الاولانيه عطاه له فيها كاركتير ماجيسكيل والثانيه مريقله معناها صحيح اش قال له لهنا دي انترودوير دو شين فاليد فاليد وقتاش يكونوا فاليد لازم اللونجير نتاع كل وحده اصغر من 30 ولازم كونتيان سيلمون دي لتر الفابيتيك او مينيسكيل معناها لازمهم يكونوا متكونين كان من دي لتر مينيسكيل الفابيتيك معناها من الا للزد ولازمهم مينيسكيل دونك لازمنا لهنا نخدموا فونكسيون فيريف اللي هي تفيريفينا هذا بطبيعه السوليسيون تاعي باش نعمل فونكسيون باش نسميها فيريف مينيس مينيسكيل يعني باش تفيريفي لي شين باش نعطيها شين باش تفيريفيهولي هل انه يتكون كان من دار دي كاركتير مينيسكيل الفابيتيك والا لا كان يتكون من فيه ماجسكيل ولا فيه حاجه غير اللي زالفابي ولا لهنا وقتها باش نخرج فوق كان هو يتكون كان من دي زالفابي مينيسكيل وقتها باش نخرج بري هذه باش نحطيتها في فونكسيون اخرى باش ما نبقاش نكثر من الكود بي باش نعمل لهنا مثلا اوكي ايجال ترو من الاول نسيبوزي انو الشين متاعي مريقله سي ديزالفا بي مينيسكيل الكل
ونبدأ نعمل كومون يعني نعمل كونتر اي باش يبدا لي ابارتير من زيرو، ومن بعد نستعمل البوكل وايل الاي والا وايل اوكي لهنا وشنو اخر اند الاي لازمها ما تفوتش اخر حاجه باش نخدمها هي شنو انفيرير ا لينسي هاش لازمها ما توصلش لللونجر ليه كان ثم غلطه تنصلحوها من بعد لهنا اف كيفاش نعرفوا نسي هاش دو اي كاركتر هذاك سي الفا بي منسكي لازم يكون محصور ما بين الا منسكي والزد منسكي لكن لهنا مش باش تعطيني هذا الشيء اف نوت وقت اللي هو ما يكونش في الـ في الازيد شنو باش نعمل الاوكي باش تولي لي فولز فوالا ومن بعد الاي هي الاي بلس ان لهنا باش تزيد في الكونتر باهي لهنا الخروج نتاعنا من البوك الوايل هذه يا باش نخرجوا بالاوكي ايغال فولز دونك لهنا اخر حاجه الريزلتام تاعنا وين موجوده في الاوكي واضح ولا باهي باش نتستوها نحنا لهنا الخدمه تاعنا لازمنا ان ديما ننصحكم في الاكزامان ما تخلوش خدمه تخدم خدمه كامله 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 تكمل تكمل وبعد تبدا تكزيكيتي تشوف الخدمه تاعك صحيحه ولا لا نصيحه شد تستي بالبارتي بالبارتي خدمت فيريف مينيس مثلا هذه باش نجي للبروغرام نتاعي لهنا باش نديري فيها كيفاش نديري فيها باش نكتب مثلا برنت بالطبيعة ثم غلطات تو نصلحهم قبل انا باش نديري في مثلا شيت نعمل باهي لهنا اوكي شنو قالنا اوكي از نوت ديفاين ويني سامحوني الاوكي هذه بالماجي سكيل اللي هو عملها باهي الانترفاس هذا باهي باش نكونوا واضحين لهنا ديما في الانكس نتاعك باش ما نفوتش حد شيء الانكس ديما باش تلقى نو انترفاس لهنا لازم شنو تبدلوا الاسم هذا بدلوا بالاسم نتاع الانترفاس نتاعك اللي سميته لهنا اللي هو انترفاس سيكشن وين نلقوه نلقوه في الاكزام نتاعنا في الاكزام اللي هو اعطيه لك اللي عملت له لونجسترمون بهذا هو نفس الاسم اللي باش تحطه انت في بلاصه النو انترفاس هيد دونك لهنا تجي النو انترفاس وتبدل الاسم هذاك بالاسم الجديد اللي قال لك اعمل شفت لهنا اعطيتك فولز لهنا حاجتي كان بهذي نفترض اعطيتها مثلا سي مين سكيل لهنا مش نعاود للاكزيكسيون ولا تترو لهنا هاي واضح دونك الفيريف مينيس مريك خدمتها مريك علاش لهنا نصيحه ديما جربوا كل بارتي وحدها باش على الاقل الخدمه نتاعكم تمشي مريك لما تعرف الغلطه نتاعك وين بالضبط باهي خدمنا تو الفيريفينيس علاش حاجتنا بها في التيست لهنا في البلاي باش نرجع تو للبلاي نتاع هذه نسكرها للبلاي ايش قال لك لهنا قال لك لازم لي زالفا بي او لي شين سي اتش 1 سي اتش 2 لازمهم لونجور انفيرير ا 30 هذه اول حاجه اصغر من 30 وكونتيان سيلمون دي لتر الفابيتيك او مينيسكيل هذه اللي خدمناها بالفونكسيون فيريف دونك تجي لهنا نرجع للبايثون لهنا اف ما عملنا غادي تو نعملوا الالز لهنا الز نفس النيفو مع الاف دو بوين الز لا قبل الالز ثم اليف اليف يعني ثم تيست اخرى باش نتستي على شنو لازم اللونجر نتاعهم قلنا انفيريرا 30 دونك لازم السي اتش 1 اللين نتاعها تاع السي اتش 1 انفيريرا 30 لانه قال لك انفيرير هو غادي هذه الاول كونديسيون الاولاني باهي والثاني كونديسيون الثانيه كيف كيف لازم
CH2 اللين متاعها انفيرير أ 30. عندنا كونديسيون ثالثة اللي لازم تتكون كان من دي كاركتير دي زالفابي مينوسكيل اللي هي خدمناها بالفونكسيون فيريف. اي فيريف نتاع شنو؟ فيريف نتاع السي هاش ان لهنا ايجال ايجال ترو. نجم راك تكتبها فيريف ميني السي هاش ان وتخليها كيك هذيك كي تحط من غير ايجال ايجال ترو يعني ايجال ايجال ترو هذيك بالطبيعة يعني فري ب اند الكونديسيون الاخرانية على السي هاش دو نفسها هي هذه نفسها جيست تبدل سي هاش دو في بلاصة سي هاش ان بي ونعملو بارونتيز لهنا للجماعة الكل بي جيست بارونتيز لهنا بي لهنا كذلك اللونجير متاعها الأولى أصغر من 30 والثانية أصغر من 30 والفيريف مينيس سي هاش ان ايجال ايجال ترو هذيك ايجال ايجال ترو باهي هذا الكونديسيون صحيح مينا حاجتي بالكونديسيون الغلط دونك اليف نوت يعني وقت اللي واحدة من هذم غالطة شنو باش يصير باش نمشي للميساج هذا شنو نكتب فيه كيما عملنا قبيلة ميساج الميساج هذا ثاني في انترودوير دو شين فاليد علاش لانه كي نقول نوت معناها راو مثلا اللونجير نتاع الشين الاولانية اكبر من 30 مثلا والا اللونجر هذه اكبر من 30 والا الشين الاولانيه فيها كاركتير ماجسكيل ولا دي نيميرو ولا حاجه فهمت كيفاش هذاك اش معناها نوت معناها راهو الكونديسيون هذه راي فيها غلط فيها مشكل شنو باش نكتب في شنو في انترودوير دو شين فاليد دو هذه الثاني هذه وقت اللي يكونوا حاجة غلطين به باش لهنا توا الحالة الأخيرة كذلك ما فماش حتى مشكلة في ال في اللي شين متاعنا في لي زون دو سيزي هذوك تستيناهم رجلين إلز باش نختم الخدمة متاعي اللي هي شنو اللي هي الفونكسيون الاولى هاك الريشيرش شي طلع لي يعني باش تعيط دو ديفلوبي ان فونكسيون نومي ريشيرش سي اش ان سي كي بيرمي دو فورمي لا شين ريز اللي باش يعطيك شنو اللي هي الخدمه نتاعنا شنو اللي قلت لكم عليها من الاول عندك شين الاولاني والشين الثاني باش يشوف الحروف الموجوده في الشين الاولاني وموجوده في الشين الثاني مثلا الاي لهنا موجوده دونك حطها هوني اي الان مش موجوده ما حطهاش الاف مش موجودة الأو مش موجودة الار مش موجودة الام موجودة في الزوز حطها وانت ماشي دونك الفونكسيون ريشيرش هذه باش نخدموا بها نحن لهنا تو حتى مش خدمين راك تنجم تعيط لها دونك انت باش تاخذ نوت باش تحسب عليها مره واحده دونك لهنا الريزلت نتاعنا ميساج شنو باش نحطو فيه باش نحطو فيه لابيل نتاع الريشيرش CH1 فيرجيل CH2 شنو باش ترجع لنا الفونكسيون هذه باش ترجع لي الحروف المشتركه وقت اللي يكونوا لي شين نتاعنا صحاح لانه تستيناهم نحنا من الاول كان ثم فيهم مشكله باش يدخل لك التيست الاولاني والا الثاني سينو ما ثمش حتى مشكله باش يدخل لك التيست الثاني واضح بي ومن بعد لهنا البلاي هذه شنو اخر حاجه اش قال لك قالك ديكسبلواتي لا فونكسيون ريشيرش سي اش 1 سي اش 2 افان دافيشي لو ريزلتا فورمي فيا لو لابيل ديدي على فيشاج دون لانترفاس جرافيك قالك استعمل اللي بطبيعتنا نحنا تو استعملناها الريشيرش هذه في الفونكسيون بلاي ديكسبلواتي معناها باش تستعمل الفونكسيون ريشيرش المخدومه قبل وين باش تافيشي عن طريقها هي الريزلتا نتاع فيا لو لابيل ديدي دونك لهنا من بعد لا اعطينا عملنا الاكسبلواتاسيون تاع الريشيرش لهنا صاي شنو باش نعملو تو باش نمشيو لك
الوحدة متاعنا، اللابيل اللي باش نحطوا فيها الريزلت هذيك، باش نعطيكم تو انستريكسيون ديما تتعاود زادة في اي اكزامان، اللي هي اللابيل، اللابيل اللي باش تفيشي فيها الريزلت نتاعك، كيفاش تحط فيها الريزلت نتاعك. كيما عملنا لهنا، باش تمشي للفنيتر نتاعك برانسيبال، تكتب ويندوز بوان، اسم اللابيل نتاعنا منين باش نجيبوه من الجرافيك لهنا، اهو اللابيل هذا مشو باين، هذا باش نحط فيه الريزلت نتاعنا. شنو اسمه، شنو سمينه، سمينه ريز. دونك انت باش ترجع للبيتون باش تكتب ريز ويندوز بوان ريز، المره دي مش بوان تكست، باش مشنا باش نريكيبيرو فالور، باش نحطو فالور. دونك باش تعمل سيت التي الثانيه ماجيسكي، وشنو باش تحط اونتر بارونتيز، تحط داك الميساج اللي حاطينه هنا احنا لهنا. كان فما مشكله باش يفيشيلك ميساج من الاولاني، كان مريق الشين الاولاني والثاني، دونك باش يفيشيلك الريزلت نتاعك اللي هي لهنا. واضح، وهكا نكون وكملنا البلاي ريتيرن. هذه مادام ما استحقيناهاش، مادام نفيشو الخدمه نتاعنا على الجرافيك لهنا على اللابيل، دونك ما نستحقوش الريتيرن، ما فماش حتى اشكاليه، نجمو نتجاوزوها نحو بي. لهنا استعملنا الفونكسيون ريشيرش، مي نحنا ما خدمناهاش لهنا. هل انه تتخدم لنا ولا بالطبيعه البارتي الاخرانيين نفترضوا هما صحاح لهنا، بالطبيعه لهنا كي تجي انت تعمل ميساج مش تعطيك حتى شيء لانك يعني انت ما خدمتهاش، مي في الاكزيكسيون تخدم لك راه فمش حتى اشكاليه لهنا. شفت لهنا اكزيكسيون، كي نعمل فورمي لهنا شنو عمل لك، كليكيت على فورمي قال لك في انترودوير دو شين نون فيد، علاش؟ لان نحن تستينا الكونديسيون الاولاني على الفارغين، نفترضوا عبيت هيك كيف كيف تيعطيك نفس الميساج، علاش؟ لانه ثم وحده كتبت له اورنا، لازم واحد منهم حتى واحد منهم فارغ نفس الميساج. ليه نفترضوا الميساج اللي عطاه لك هو الثاني في الاكزامان، هنا الاكزامبل الثاني اعطاك بون اني وعطاك ان منهم ماجيسكي، نعمل نفس الوحدات لانه هو باش يجرب لك اولا باللي زيكزامبل عطيهم لك هو. لهنا شنو باش يعطيك، شفت لهنا في انترودوير دو شين فاليد ولا ميساج تبدل فاليد، علاش؟ عندنا لهنا ان ماجيسكيل، كي نبدلها ان من سكيل لهنا باش تصير ايرور ديكزيكسيون، علاش؟ نرجع لهنا او نعاود ايرور، لانك ما خدمتش ال الريشيرش لهنا، الميساج اللي خدمها لك هو لهنا هاي صار ايرور، علاش؟ لارجيمون قال لك هاز انكسبكتد تايب تيبل. دونك لهنا لازمنا نخدموا البارتي ريشيرش، مازلت البارتي هذي اللي هي نرجع للبروغرام نتاعنا شنو تعمل بالضبط، وين البارتي ريشيرش اللي هي ديفلوبي ان فونكسيون نومي ريشيرش سي اش 1 سي اش 2 كي بيرمي دو فورمي لا شين ريز. كيفاش باش نعملوها؟ باهي خلينا ناخذ ليكزومبل مثلا اللي عطاه لك هو انفورماتيك ومالتي ميديا، باش نحل البينت مثلا باش نفسر لكم كيفاش باش تصير العمليه بالضبط. لهنا عندنا الشين الاولانيه سي اش ان هي انفورماتيك، والشين الثانية مولتي ميديا، في بالي هاك مولتي ميديا باهي. لهنا شنو باش يعمل هو العملية، كيفاش باش تصير بالضبط، كيفاش باش تصير بالضبط العملية، باش يبدا يشوف لك الكاركتير الاولاني موجود، كانوا موجود يحطوا في الريز، الريز تولي فيها الاي، من بعد يتعدلك للان موجود، لا الاف كيف كيف، الاو الار لا الام موجود مريك، الا مش موجود موجود، دونك يحط يعني باش يحط لك الام وباش يحط لك الا، التي موجود يحط لك التي لهنا. شو لحظة الاي لهنا كيشوفها
موجودة صحيح لهنا، لكن هي موجودة في نفس الوقت في الريست حط، ما يزيدش يحطها مرة. الكي مش موجودة، الاو موجودة دونك باش يحطها، والاو هنا هل انه يفرق ما بين الاكسون ولا؟ تنقول لك لهنا يحطها لهنا، علاش ما يفرقش لهنا الاكسون لي زاكسون هذوكم دونك لهنا باش يحط، لانه في الميساج نتاعنا من الاول نحنا قلنا دي كاركتر الفابيتيك، والمفروض ما نعرفش هل انه الاكسون هذه مش داخل، يعني في الاكزامان انتم مش تخدموا كان على الكاركتر العادي، هذاك علاش حط لك ايماتي ريزلتا باهي لهنا. دونك كيفاش باش نخدمها العمليه هذه؟ باش نباركوري ديما الشين طويله، والا تحب تبدا بالاولى ولا الثانيه، ما مش اشكاليه، طويله مش طويله مش مشكل. باركوري الشين مثلا الشين سي اتش 1 كيفاش تباركوريها؟ بالبوكل بور. شنو تعمل كل مره؟ تستي الكاركتر هذاك، تستي بال شو اسمه، شنو الفونكسيون اللي تستعمل؟ البوز سهله برشا. لك البوز تستي لك شنو؟ بوز باش تستي الكاركتر اللي باش تستيه، مثلا سي اتش دي اي. وشنو باش تعمل؟ وين باش تستيه؟ سي اتش ان، سامحوني، لان باش تباركوري سي اتش ان مثلا، باش تستيه موجود في سي اتش دو ولا؟ كي انا رجعت لك ديفيرون دو موان زان، يعني الريزلتا نتاعك يعني راهو موجود، شنو باش تعمل؟ باش تجوتيه للريس، مي لهنا قبل ما تجوتيه للريس لازم تستي هل انه الكاركتير بيد وذا موجود في الريز، تحط في الريز قبل ولا كان ما تحطش تجوتيه، كان وتحط ما تجوتيش. دونك هذه هي البرانسيب تقريبا اللي باش نخدموا به نحن لهنا. دونك نرجع للتوني لهنا، باش قلنا باش نباركوري الشين الاولاني، اول حاجه ريز باش نعملها ايجالا زيد من الاول فارغه، باش نباركوري سي اتش 1 من الاول للاخر فور اي. دونك ان رينج لين سي اتش 1. من بعد شنو باش نعمل؟ كيما قلت لكم باش نتستي بالبوز اللي هي فايند اف سي اتش 1 فايند انتر بارونتيز، لهنا باش تحط الكاركتر نتاعك، كاركتر انا لحظة سامحوني لحنا باش نباركورو السي اتش 1. دونك باش نعمل سي اتش 2 بوان فايند العكس، سي اتش 2 باش نشوف في السي اتش 2 السي اتش 1 ذاك دو اي موجود ولا، لان نحنا نباركورو في السي اتش 1 هكا تكون مريك. ديفيرون دو موان زان، علاش ديفيرون دو موان زان؟ يعني راه موجود، موجود الكاركتر هذاك. ونزيدو كونديسيون اخر اند نفس ال هذه، لكن باش نخدموها مع الريز المره هذه، اند ريز بوان فايند شنو اللي باش نزيدوه توا نحنا الكاركتير اللي هو سي اتش ان دو اي. هل انه كانوا هو ايجال ايجال موان زان قبل، يعني حاليا مش موجود وقتها باش نجوتي في الريز، واضح ولا؟ ان شاء الله تكون الفكره وصلت. باهي شنو هنا فايند ريجل، باش نعمل هذيك هكا، نعمل كونديسيون بارونتيز بي دو بوان تاع الايف، والريز شنو باش تحط فيها؟ ايجال ريز القديمة مع سي سي اتش ان دو اي. اون برانسيب هكا تكون مريك، كان ماشي غلط. ولا باش نرجعو الريز نتاعي، وهكا توا نجرب الخدمة نتاعنا، كان ما ثمش، كان ثم إشكالية توا نعرفوها، ثمش إشكالية بون أني فورمي.
دي انتردوير به نعمل لك ان به لهنا شنو المشتركين البي مش موجوده الاو مش موجوده الان موجوده لهنا دونك حطها الاو موجوده حطها دونك صحيحه في المنطقه نجرب توا انفورماتيك الميساج اللي جرب به هو ثاني اللي هو انفورماتيك وملتيميديا انفورماتيك ملتيميديا وين الاكزيكسيون تاعنا انفورماتيك ملتيميديا ونعمل فورمي وين جتنا نفسها مريك وهكذا تكون الخدمة متاعنا كملت كملنا هذا الاكزامان متاعنا انا كي تخدموا بالطريقة هذه وإلا عندك سوليسيون اخرى نجم تعطي سوليسيون اخرى تاخذ 20 في الاكزامان تي دي بطبيعة بالاكزيكسيون اول حاجة كيما نعاود نعمل لكم خلاصة الامر اول حاجة شنو تعملوا تمشي تكتب لانكس متاعك اللي هو هذا وهذا من بعد شنو تعمل تمشي تبدل الاسم نتاع الانترفاس هذه اللي هي باش تلقاها نو انترفاس تمشي للاكزامان نتاعك تلقى الاسم نتاعو لهنا جيست تبدل الانترفاس وتسجله به ثاني حاجه الاسطر هذا اللي قلت لكم عليه ديما موجود وين موجود في الاكزامان لهنا في الانستركسيون باش تلقاها كي زيكسكي كي سيكزيكوت سويت ان كليك سير لو بوتون ديما الجمله هذه وانت تلقاها تمشي للاسطر هذاك شنو باش تبدل فيه باش تبدل فيه اسم البوتون باش تبدل فيه الفونكسيون هذيك الموديل دونك لهنا لانه هو في الاكزام على هنا اش كاتب لك كاتب لك نوم موديل ونوم بوتون انت شنو باش تبدل اسم البوتون اللي سميته في الجرافيك لهنا في الكي تي ديزاينر سميناه لهنا اه وتكليك على البوتون تلقى بي تي هذاك اسم ولهنا يعني في البايثون تمشي تكتب اسم الموديل بلاي كان عطاك اسم مش بلاي لا ما تخليش بلاي اسم الفونكسيون اللي باش تصير ليكزيكسيون وقت اللي انت باش تكليك على البوتون مش لازم بلاي نجم يبدل لكم في الاكزامان اسم الفونكسيون والبي تي هذا اسم البوتون تاعي في الجرافيك هذه ديما بدلوها في عندك زوج حوايج باش تبدل نفترضوا عطاك بوتون اخرى شفت لهنا في الاكزامان تاعك عشان في بلاصه اللي عطاك بوتون فورمي واحده عطاك بعدها بوتون اخر باش تخدم عليها اكزيكسيون كيما هذه باش يكتب لك نفس الحكايه كي سيكزيكيت سير كي سيكزيكيت سويت ان كليك سير لو بوتون باش يكتبها لك هذه زاد على البوتون لو شنو باش تعمل باش تمشي لنفس السطر هذا باش تعمل له كوبي كنترول سي تعمل له كولي والا تكتب وتبدل اسم البوتون الثاني مثلا تسميه بي تي 1 والموديل تو يعطيها لك هو اسم الموديل نتاعك ثم هنا دونك على عدد البوتونات قد ما عندك اسطر من هذا السطر هذا دونك نفترض عندك تروا بوتون راك باش تعمل ثلاثه تروا ليني كيف كيف جي تبدل في البوتون اسم الموديل باش نكون واضحين عطيت لكم كملاحظه باش على الاقل كي تجيك في الاكزام ما تضيعش بي هذه الحاجه الثانيه لي زانستريكسيون اللي تحفظوا في البلاي هذه دي ما تحفظها باش تريكيبيري بها فالور نتاع زون دو سيزي ديما حتى مش كفاهم حتى شي شد حفظها وحطها في الاكزام باش تاخو عليها نوت وال الانستريكسيون زاد هيك هي باش تحط الريزلت نتاعك في اللابيل الاخرين ديما موجود زاد هيك سطرين هذوما في البلاي ديما حطوه البقيه لازمك تفهم شوي بصراحه معناها لازمك تفهم شوي كنيفو متوسط باش تنجم تخدمهم هذوما ليه مشكورين على المتابعة ما تبخلوش علينا باش تعملونا فولو في الشين متاعنا فيرباك اللي هي هيك رشفة انفو على التيك توك وعندنا زادة في اليوتيوب اسمها فيرباك باش نحلو توا نوريكم الشين باش اللي ما يعرفش هون يتابعنا على باش نهبطو ان شاء الله الفيديو هذا على اليوتيوب وباش نهبطو جزء منه لانه تيك توك ما يقبلش فيديوهات طوال دونك اسمها فيرباك على اليوتيوب فيرباك باش تلقوه تعمل فولو او انه مهبطين نحن اصلا اكزامانات السلام عليكم ورحمه قبل صلحنا
بروتوتيب، صرنا احنا ديز اكزامان اخرين. اي واحد عنده استفسار والا كيستيون يعمل كومنتير في اللوطه ان شاء الله تو نجاوبوه. مرحبا بكم، السلام عليكم.